معانا على التليفون استاذ وهدان السيد المتحدث باسم محافظ البحيره. اهلا بحضرتك معانا. واليوم تمت احاله 1083 موظف حالهم محافظ البحيره للتحقيق في تهم تتعلق بالفساد. يعني هذا الرقم الكبير يا استاذ وهدان. طب مين ناقص في المحافظه؟ اهلا بحضرتك استاذ انجي. حضرتك طبعا حضرتك عارفه ان محافظه هي محافظه كبيره قوي متناميه اطراف. احنا عندنا 15 مجلس مدينه وقريه، في قرى كتير وربوع، ولكن طبعا معاه المحافظ منذ وصوله تولى حمله تلبيه للسيد نداء استقاله الجمهوريه بان احنا بنحاول الفساد في كافه القطاعات الخدميه، بالذات القطاعات اللي بتتعلق مع المواطن او الخدمات اليوميه بالنسبه للمواطن. طبعا الرقم 1083 دي تقرير احاله ما بين النيابه الاداريه والنيابه العامه، وفي جزاءات للانضباط الادائي. طبعا عندي حوالي 400 مخالفه دي تم احالتها للنيابه العامه والاداريه، تتعلق بوقائع اختلاس، وقائع تزوير في تراخيص المباني، ودي كلها اتخذ فيها احكام وفي ما زال لسه قايد. الموظفين ايه يعني دولت من قطاعات ايه؟ دي حاولت يبقى قطاعات في مجالس المدن، في كافه القطاعات الخدميه، في الصحه، في التموين، بتبقى مخالفات يسيرة بترخى الى اللي تحول نيابه عامه. اكتر مكان لقيته فيه فساد كان ايه؟ يعني ايه اكتر قطاع هو ده اللي يعني الفساد كان معشش فيه؟ حضرتك طبعا يبقى الوحدات المحليه اكتر حاجه بالنسبه، انت عارفه، خاص بتراخيص التعديات على الاراضي وخلافه. طبعا بيبقى عندي قطاع التموين برضه في بعض الاختلافات بتتم فيه تحليلات، فدي وقائع مختلفه، وليكن هي مجالس المدن بالذات ترخيص الهندسيه فيها مشاكل كتير قوي، دي برضه بيتم حالتها تماما او فورا للنيابه الاداريه او النيابه العامه. برضه طبعا السيد المحافظ كان بيقوم بجولات ليليه مفاجئه وجولات نهاريه بالنسبه لقطاعات الصحه والتامين الصحي وقطاعات مناسب البيع وهكذا. في عندي رؤساء القرى تم حاله او تم عزل 12 رئيس قريه بسبب تقاعسهم برضه عن اداء العمل وعدم تلبيه حاجات المواطن اليوميه. في عندي بعض الاطباء تم احالتهم للتحقيق بسبب مخالفات عدم تواجدهم في اماكنهم او التخطيط في اداء عملهم او اسراف اثناء العمل والعوده اثناء الدوله المفاجئه للسيد المحافظ. في قطاعات زي مثلا مشاريع الهبط والمحافظه، مشاريع الانتاجي، مشاريع عداء، مشاريع الموائد او المحاجر، بيتم فيها مخالفات ماليه تم ضبطها بناء على بلاغات تم تقديمها المواطنين بأحيلة النيابه. في ناس خدت في احكام، في ناس يعني عليها مبالغ ماليه في ترجع المبالغ الماليه للدوله. فالمخالفات بتتنوع ما بين مخالفات ماليه او مخالفات اختلاس او تزوير الى مخالفات خاصه بالانضباط الاداري او عدم التواجد اثناء الفتره. هل الزيارات المفاجئه هي يعني اليه من الياتكم في المحافظه لمكافحه الفساد ومكافحه الاهمال؟ طبعا يا فندم بتبقى انت، انا ببقى مرافق مع المحافظ في جميع الجولات المفاجئه، بنلاقي فعلا في عدم انضباط، بنلاقي في فساد. التامين الصحي بالذات خد مننا فتره، وما زال حضرتنا لازم ما زلنا بحاجه الى مزيد من الجولات، ما زلنا بحاجه الى مزيد من التشغيل للمقصرين حتى يتم الانضباط. طبعا بيجي تدريجي، ولكن حاول حضرتك حاجه بالنسبه في اوائل الجولات كان بنلاقي كميات كبيره جدا. بدا دلوقتي تقل تدخل تماما، هي دلوقتي المستشفيات بننزل نادرا لما بنحاول حد، بيبقى يعني حاله او اثنين باستثناء، عكس الاول تماما. بدات الناس تحس ان في اي لحظه ممكن مع المحافظ يتواجد في فوق العيش. يعني مثلا قعدنا الاسبوع اللي فات كنت متواجد في كفر الدوار احد مدن المحافظه من الساعه 3 صباحا حتى الساعه 8 صباحا في جميع الافران، هكذا مع المحافظ بيبقى في مكان ثاني. اصبح افران قطاع التمويل او الصحه بالاخص في اي لحظه متوقع المحافظ يكون موجود وسط العمل وبيتابع او بياخد تسليمات نفسه. يعني ما يوصل اي مستشفى كان بيبقى حريص جدا، اول حاجه بنعملها يدخل السجل ويبدا يراجع النبض. هو دكتور محمد سلطان طبيب يعني وكان رئيس هيئه الاسعاف، بس سؤالي لحضرتك، يعني محافظه البحيره كانت من اكثر المحافظات اللي تاثرت بموجه طقس سيء في الفتره الماضيه، ونحن الان نعيش يعني في اجواء طقس اخر سيء. المحافظه محافظه البحيره بتتعامل ازاي يعني مع الاحوال الجويه وسوء الاحوال الجويه هذه الفتره؟
لا حبيبتي الحمد لله طبعا بعد ما اخذنا الدرس في الموجه اللي فاتت لا اصبحنا الحمد لله ما عندناش اي مشاكل، لان احنا عندنا باستمرار دلوقتي جميع رؤساء المدن في جاهزيه تامه، في كل واحد بمعدات والات معدات الفتح، بيبقى في نواب ليليين موجودين في الوحدات المحليه، مجرد ما تبدا عمليه الامطار حتى قبل الطقس بيوم بيتم التشديد ويتم متابعه دوريه بصفه مستمره عبر ال 24 ساعه على جميع المراكز، اي تجمعات مياه بيتم اجراءها على الفور. لو في حصل مثلا زي المناطق الساحليه رشيده او قطر صف الدوار بيبقى فيها اظافه امطار يتم الدفع بسيارات كشف من المراكز الاخرى اللي مواجهه الامطار، فالحمد لله لا في سيطره تامه بعد اخر موجه والحمد لله ما عندناش اي مشاكل يوميها، الامور مستقره تماما. برضو بقول لحضرتك ان مثلا مجرد ان تحصل اي نوة او اي مطر بيتم تواجد احد القادات في المركز اللي بيبقى فيه شده الامطار، والحمد لله يعني لغايه التاريخ الساعه مش اي مشاكل في نسبه الامطار عندنا. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ وهدان السيد المتحدث باسم محافظة البحيرة.